هذا ونظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تم إقامة قداس عيد الميلاد وتوزيع هدايا على النزلاء. تنساب ترانيم عيد الميلاد المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد رعي عند إنشائها تخصيص للعبادة لتتناسب مع إحياء المناسبات والشعائر الدينية تم تجهيزها لتبدو كدور العبادة في الخارج مع وجود رجال الدين المسيحي وسط النزلاء لتقديم الوعظ لهم. احنا صلينا قداس عيد الميلاد زي ما بنصليه في الكنائس بره بالظبط، ما فيهوش اي اختلاف، كله كامل، قداس كامل والحان كامله وكل حاجه صليناها كامله. زمان كنا بندور على مكان، ربنا مبارك دلوقتي عندنا كنيسه، ربنا يبارك ويديم لنا رئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصراحه التواجد الفعلي والحب الحقيقي اللي ظاهر ده ملموس، ما هوش كلام. لينا وجود، لينا حياه، الولاد بيخشوا يقضي صلاتهم الدينيه في وقت اللي هم عاوزينه. الاخوه النزلاء حاليا في الايام دي بيعيشوا افضل ايامهم. حقيقي هو بينفذ عقوبه لكنه معد ليه مكان مؤهل منظم بيرتفع في مستواه الانساني، ده شيء انفرد به التاريخ في هذا الزمن. احتضنت دور العبادة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل قداس عيد الميلاد المجيد بالتزامن مع إقامته بالخارج، وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية كأحد أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تحرص على تصحيح المفاهيم الفكرية وإحياء المناسبات الدينية ومراعاة الأبعاد الإنسانية في تطبيق العقوبة. أنا في كنيسة، أنا بصلي، معنا أبونا جاي من الشارع، بشوف ناس جاية من الشارع، فأنا حاسس إن أنا وسط أهلي. الحفلات دي عامة بتحصل هنا في الكنيسة، بتحصل على طول، يعني في المناسبات عندنا على طول بتحصل، وبنيجي وبنتجمع هنا وبنحتفل بالعيد مع بعضينا. أجواء العيد تسيطر على المكان، والفرحة بين النزلاء كانت كبيرة بعد أن هيأ قطاع الحماية المجتمعية كافة السبل لإقامة القداس لتعزيز الجوانب الروحية التي تسهم في تقويم النزلاء وتقويم سلوكياتهم. مقضي العيد حاسس ان انا وسط ناس فعلا بتحبني وبتخاف عليا، ودي بفضل الجهود المبذولة لوزارة الداخلية والقيادة السياسية اللي فعلا بتنقل بلدنا لجمهورية جديدة بالفعل وليس بالكلام. مراكز الإصلاح والتأهيل عند إنشائها كان الحرص من وزارة الداخلية على تجهيز أماكن للعبادة بها لإحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية كأحد متطلبات حق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ده مجد ربنا، دي إيد ربنا وسطينا، إن عشان يقول لنا إن كلنا واحد. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، يسعدكم جميعا، عيد سعيد عليكم جميعا.